لينفوكس. لينفوكس اليوم باش نحكيو على صوام اضاحي العيد. باش ينطلق بيع اضاحي العيد بالميزان من طرف شركة اللحوم. نحن بالهاتف معنا رئيس المدير العام لشركة اللحوم سي طارق بن جازية. مرحبا سي طارق. اهلا بكم كافة المستمعين، مرحبا بكم. شكرا سي طارق. انا البارح تفاجأت الجزار متاعي نسر فيه على سوم الحم العلوش، قال لي 43 دينار. قبل ما نحكيه على سوم الحي 43 دينار، كيفاش تعلق عليه السوم هذايا سي طارق؟ هو سوم مرتفع ويتجاوز ب 12 دينار بكاملة ما يباع عندي في نقطة البيع بشركة اللحوم بالوردية أو سواء بالسوق المركزي. أنا كي يقول لي الجزار متاعي 43 دينار، شنو نعمل؟ نكلم وزارة التجارة ولا من حقه هو الأسعار حرة؟ هي الأسعار حرة، لكن بالنسبة لي أعتبرها أسعار مشتة لا تعكس حقيقة واقع الأسعار في بالنسبة للحوم الحمراء. صحيح ثم ارتفاع، هذا معناته ما فيش من نجموش ننكروه، معناته فهمتني ولا؟ احنا الحم العلوش عملناه والمثال كان في حدود 22-23 دينار، السنة معناتها ب 31 دينار في شركة اللحوم، ثم ارتفاع. وبطبيعة الحال الارتفاع هذا يعود لعدة أسباب، اللي هي دائما يبقى أهمها والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك معناتها ندرتها للأمانة، إلى جانب الشح. معناتها الفترة الجفاف اللي مرينا بها الفترة الأخرانية ما خلاتش حتى في غياب الأعلاف، كونه فما معناتها المرعى اللي هو نوعا ما يعاون شوية في يعاون شوية الفلاح. الندرة هذه سي طارق على الصعيد الدولي ولا الصعيد الوطني يحكيوا عليها؟ احنا على كل حال احنا كشركة اللحوم حتى كي خرجنا احنا عندنا، خاطر احنا كمؤسسة عمومية عندنا جانب الدور التعديلي هذا، خرجنا على السوق العالمية في عديد المناسبات عن طريق الاستشارات، وعندنا معناتها التريدر نتعاملوا معاهم اللي هم يعطيونا المعلومة. للأمانة الأسعار عالميا كانت مرتفعة جدا في عديد الدول، في فرنسا، في إسبانيا، حتى في إيرلندا، معناتها من اللي هم أكبر مزودين متاعنا في اللحوم الحمراء، خاصة في اللحم الضأن، الأسعار كانت مرتفعة. ويمكن حتى كي خرجنا احنا منذ شهر جانفي وشهر فيفري على السوق العالمية استعدادا لعيد الأضحى أو كذلك لشهر رمضان، فأنه معناتها كانت عديد الدول العربية كذلك اللي هي خرجت على السوق العالمية وشراوا حتى بكميات كبيرة. وإحنا كشركة لحوم يمكن حتى سعر صرف الدينار نوعا ما زاد كذلك، ما ساعدناش ما عاوناش باش إحنا نلقاو أسعار. تمكن شركة اللحوم كمؤسسة عمومية من التدخل على السوق وتوفير معناتها اللحم أو الأضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن. سي طارق باش نغلقوا قوس الأعلاف، سؤال أخير، هل هذا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية أو بسبب التغيرات المناخية أو هي خلطة من هذه الكل صار ارتفاع؟ هي معناتها كل مرة تقول هاي توا باش ترجع تزيد، معناتها احنا في 2020-21 مع الكورونا مع أنه ما فماش موسم، في ما كانش فما موسم سياحي كبير، تراجعت الأسعار بصفة غريبة ياسر بقطع النظر عن الأعلاف. معناتها وصلنا الوان نحكيوا على 21 كيلو دينار الكيلوغرام البقري او العلوش، معناتها فهمتني. لكن بعد تالي جست العودة النسق السياحي في 2022، عودة المطاعم للعمل، عودة الحياة من الجديد، الحرب الأوكرانية كذلك ساهمت في ارتفاع الأسعار على السوق العالمية، زاد عليها كذلك حالة الجفاف اللي مرينا به لمدة 3 سنوات متتالية. معناتها عديد الأشياء خلات كون وصلنا لما نحن عليه الآن من ارتفاع في أسعار الأضاحي. لكن معناتها كما قلت لك، معناتها عملية تحليل منطقي للواقع تمكن كونه باش نفهموا علاش الارتفاع هذا، لكن انه معناتها توصل 43 ولا 44 هذا بالنسبه لنا احنا اللي ما نقبلوش، الخاطر للامانه ما فماش ما يبرروا، معناتها اسعار تعتبر مشتة نوعا ما في الاعلاف. وحسبني ما نعرف حتى شيء في المنظومه، نجموا كما قال رئيس الجمهوريه في سياق ما اكبر نعملوا على رواحنا، نعملوا العلفه نتاعنا، ولا الا ما عندناش المراعي؟ لا، الامكانيات موجوده، لا صدقني الامكانيات موجوده، فما عديد البوادر في الاتجاه هذا، معناتنا نعاولوا على إمكانياتنا الذاتية موجودة، فما تو بوادر حالينا متاع زراعة الباولين في شمال الغربي، معناتها اللي هي نبتة كذلك تمكن من الأعلاف اللي هي بصفة مستمرة وبصفة دائمة العام 12 شهر، فما عديد الأعلاف الجديدة اللي هي يمكن حتى بيولوجيك خير بياسر، فهمتني ولا؟ لكن هذه تتطلب أولا تتطلب استراتيجية طويلة المدى، ما نشتوى لجور لوندوماش ونقولوا أي باش نعملوا الحكاية هذه، يلزمها عمل كبير جدا والنتائج نتاعها معناتها
سنة أو سنتين، فهمتني؟ ليه لازمها كذلك استثمارات كبرى؟ هذاك علاش يمكن هنا لابد من التفكير في الحلول هذه، وقادرين معناتها احنا في تونس قادرين نوفروا بنسبة كبيرة ياسر حاجياتنا من الأعلاف والأعلاف الجيدة لو فما استثمارات تصير في الاتجاه هذا وتبدا خطه واضحه او حتى يمكن تشجيعات في الاتجاه هذا. ممتاز. باهي توا حضرنا مستمعينا لحكايه الاعلاف، دونك سوم العلوش الكيلو الحي باش يرتفع السنه قداش سي طارق؟ السنه باش يكون في شركه اللحوم في حدود 18 دينار و500. احنا عندنا نقطه البيع نتاعنا في شركه اللحوم بالورديه في تونس، وفرنا حوالي 4000 اضحيه للعموم، الاحجام نتاعها ستكون ما بين 35 الى حدود 55 كيلوغرام، يعني ستكون ما بين 600 الى 1000 دينار معناتها سعر الاضحيه، والناس اللي تحب حتى ميزان اكبر من هيك يتفضلوا مرحبا بهم، معناتها موجود ونوفر لهم. اثناء السلعه هذه جاي من سيدي بوزيد، معناتها تعتبر تونسي. من ابرز واهم مناطق الانتاج معناتها في تونس. فاوح العلوش من سيدي بوزيد. فاوح العلوش تاع سيدي بوزيد. يعطيك الصحة تبارك الله، هاك فنان وتفهم معناتها. شوي سي طارق. خاطر معناتها معروفة في سيدي بوزيد، احنا حتى المواطنين في تونس والحرفاء نتاعنا تعودوا معناتها بالعلوش هذا، لخاطر كما تحكي أنت معناتها لحمته باهية، إلى جانب احنا كذلك نعمل المراقبة البيطرية والمتابعة البيطرية للأضاحي هذه معناتها باش تجي لهنا، البيع بالميزان في فضاء مهيئ ومنظم، فهمتني ولا؟ هذاك علاش يمكن لهنا دعوتنا للمواطنين باش يقبلوا اكثر على نقاط البيع معناتها اللي هي بالميزان اكثر من الرحابي والبطاحي اللي هي يمكن معناتها ماهيش هي بالشيله بيله ويمكن تكثر فيها حتى. شو اسمه سي طارق؟ الرحابي هذيك قانونيه غير قانونيه؟ ثم لي كريول وكان ما عند البلديه وامورهم واضحه. صحيح موجود. موجود معناتها بعض البلديات تكري معناتها عادي جدا، معناتها ثم نقاط بيع في بعض الولايات كذلك اللي هي من بالميزان، وفما حتى عديد الخواص توا هنا في الاحواز تونس الكبرى، عديد الخواص اللي قاعدين معناتها يبيعوا بالميزان، يبيعوا ب 20 دينار ب 21، وصلوا حتى في بعض القنام حتى بعض الصفحات الفيسبوكيه ب 23 دينار كيلو الحي. السعر حر هو سي طارق؟ بطبيعه الحال احنا هذا السعر حر، وفي بالك معناتها كونه حتى احنا كشركه اللحوم بالتعاون مع عديد المصالح وزاره الفلاحه او المجمع المهني او الاتحاد الفلاحي تم تحديد السعر المرجعي، هو بري دو ريفيرونس تبقى دائما في حدود 17800 معناتها، لكن 17800 يبقى دائما كما قلت لك سعر مرجعي، ما فيش في تسعيره معناتها العلوش، ويبقى حسب الاحجام، لانه تعرف انت اذا العلوش يبدا فوق ال 60 لفوق سمو يطيح، اذا هو تحت ال 55 وتحت ال 50 دونك على قد ما صغار الحجم نتاعو على قد ما سوم الكيلو نتاعو يطلع معناتها. يعني الديار سي طارق حسب ما فهمت ما بين 35 و 55 كيلو تبدا و 55 كيلو غرام بطبيعه الحال، فهمتني؟ لعموم الناس واللي يحب ياخذ معناتها شيلابيلا، عندنا كذلك سوق الدواب نتاعنا لان هي الرحبه نتاع تونس المعروفه باذن الله في الورديه، اكبر سوق دواب في الجمهوريه التونسيه، سوق معناتها مغطيه مهيئه مؤمنه، فهمتني؟ لا نجم يجي العباد ياخذ العلوش نتاعه، واللي ما نجمش لهذه ينجم يجي ياخذ طريف اللحم من عندنا، فهمتني ولا؟ مرحبا به ب 31 دينار كيلوغرام، وينجم حتى يحجز السقيطه نتاعه معناتها من توا، يقول نحب سقيطه ولا اشتر سقيطه، يتصل بالاداره التجاريه يحط اكونت ويجي نهار بدايه من يوم 23 جوان ويتسلم السقيطه نتاعه وحده معناتها في ديريكتومون من شومبر فروات. ممتاز. اخر سؤال سي طارق، التونسي بدات تتغير ولا لاحظتوا انه من عام لعام التوانسه استانسوا بشركه اللحوم ولا يمشيوا ويشريوا من عندكم اكثر فاكثر، واذا قعد والله معناتها انا نقول على كل حال الحمد لله كونه مازال لو كابيتال كونفيونس، التونسي راه مهما يقول على دولته يبقى دائما عنده الثقه في المؤسسات العموميه نتاعه. طبعا فهمتني ولا؟ هذاك علاش احنا يمكن كمؤسسه عموميه نحبوا نحافظوا على هالكابيتال كونفيونس هذا، برشا مواطنين للامانه يجيوا لشركه اللحوم يبدا مطمن انه باش ياخذ سلعه باهيه، مطمن باش ياخذ سلعه مراقبه، مطمن باش ياخذ سلعه بالحق. سي طارق عملوا لنا ابليكاسيون وحاجه ما نسالش حتى تبدا مؤسسه الدوله خدمه الدوله تكون مدير، ما نجموش نعمل احنا ما تتذكر احنا احنا في 2021 كنا اول مؤسسه يمكن على في العالم نتصور، فهمتني ولا؟ واللي بعنا العلوش بالانترنت معناتها وشهدت اقبال كبير ياسر وقتها في اطار الازمه نتاع الكورونا، وكان لقت اقبال كبير ياسر وبعنا معناتها الحمد لله معناتها فهمتني، معناتها شركه اللحوم هي ان معناتها هي تواكب الحياه، لكن تبقى دائما راهو العلوش تحب ولا تكره لازمك تشوف جو الرحبه وديزني وندزني وريحه العلوش ومثل العلوش وريحه العلوش
هذاك جونا والكبش يدور الكبش يدور قال الرجل. يعايزك سي طارق من جيجة جيجة شكرا فضل. رئيس مدير عام شركة اللحوم كان دخل معنا. السوم العلوشة هاك 18500 ما بين 35 و 55 كيلوغرام متوفر عند الشركة في الرحبة متاحة في الوردية. الأخبار مع خولة سليتي.